بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع باك جراوند نشيد ابو مايا. الله يطيب انفاسه، جزاه الله خير. نشيده جميله، عندنا الحين ضغطنا رايت كليك، نحط ماتيريال بلين، نغير اللون، عملنا رندر من تري، رحنا على الفوتوشوب، راح نلقى الرسمة هذه اللي نبي نحطها بالبامب، نقول له سيف از بي ام بي او اي عندنا هني احنا اي فورمات. نضغط رايت كليك، نقول له ماتيريال اتريبيوت بالبامب مابينج فايل فايل، شوي نطلع معنا هني رندر هاي كواليتي. لاحظ حط تكستشر، نضغط 6 يطلع معانا بالهاي كواليتي لايف. نبي نعدل شوي، نروح على اليو في، رايت كليك يو في، ناخذ اليو في اللي داخل، تصغير وتكبير، بالطريقة هذه. إذا عملنا رندر يطلع عندنا هذا الشكل. عشت يا أبو مايا، الله يجزيك خير، طيب الله أنفاسك.